محامون، تحيه للحقوقيين اللي كيتواجدوا معنا، وتحيه للصحافه اللي كتواجد معنا، وتحيه للساكنه اللي كتمثل الساكنه هنايا تعموم معنا. نرحبوا بالجميع، تحيه طيبه ملؤها الترحاب بالوجوه المشرقه التي تتشرف بهذه الندوه الثقافيه تحت عنوان حصيلة برنامج بدون صفيح، واقع وآفاق حي جنان بدور نموذجا. سادة الحضور، هل استفاد حي جنان بدور من برنامج مدن بدون صفيح عقدة المدينة؟ ما طبيعة النوع العقاري بحي جنان بدور؟ وما حصيلة هذا البرنامج؟ وما حقيقة إقصاء حي جنان بدور؟ شكلت المبادرة الملكية التي أعلن عنها صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله والمتمثلة في البرنامج في مدن بدون في برنامج مدن بدون صفيح لمحاربة دور الصفيح بالمغرب. وكما لا يخفى على الجميع فإن حي جنان بدور كان ضمن برنامج مدن بدون صفيح عقدة المدينة. ففور صدور نموذج عقدة المدينة سارعت الجماعة بتنسيق مع الشركاء المحليين في قطاع الإسكان إلى بلورة دراسة مستعجلة من أجل الظفر بعقدة المدينة نظرا للميزانية الضخمة التي صدرتها الوزارة. عقدة المدينة جاءت في إطار التنسيق مع جميع المصالح المعنية المشرفة على المشروع إعادة الهيكلة والمتمثلة في السلطة الوصية العمالة المجلس الجماعي مندوبية الإسكان. ثم جاءت وكالة العمران لتندمج ضمن القائمة كشريك، وكما كان متفق عليه كمرحلة الأولى تشمل التخفيف من الاكتظاظ السكاني، والجزء الآخر فإنه يخضع لإعادة الهيكلة. وبعد استبشار الساكنة حي جنان بدور انطلاقة عملية التصريف التي شملت 6 أسر بعين المكان سنة 2005، تفاجأت الساكنة بتوقف العملية بحكم وجود ملتمس تحفيظ لهذا الوعاء العقاري الذي دخل في برنامج وطني لمحاربة دور الصفيح. في البداية كانت النوعية القانونية للعقار ملك خاص للدولة، وأصبح بين ليلة وضحاها بفعل فاعل ملك خاص غير تابع للدولة. كما تلاحظون بالشاشة هذه الزر في عقدة المدينة هي 2003-2004. كما تلاحظون عدد الأسر 500، الطاقة الاستيعابية 500، الأسر المجمع ترحيلها 0، ملك خاص للدولة. راه كتشوفوا بديك الإطار، راه مدورين عليها واحد الإطار، يعني هذا الشيء راه ماشي حنا اللي درناه ولا حنا اللي قلناه، هذا الشيء عقدة المدينة بمعنى أحسن. أما اللي اتفقوا عليه راه هو هذاك اللي كاين، راه حنا كنشوفوها تما. واخا بالنسبة ل قلب السي هذا بالنسبة لعقدة المدينة اللي جات في 2013، يعني كتقول وضعية حي جنان بدور جدول الأسر التي تمت
معالجتها في إطار عقدة المدينة والأسر متبقية. عدد الأسر الإجمالي حسب الإحصاء 572، وعدد الأسر التي تمت معالجتها 254، والأسر المتبقية هي 318 كما تلاحظون في الشاشة. والأسر المعنية بإعادة الهيكلة 318، والأسر المعنية بالترحيب لا شيء، المجموع 572. إذن هاد حنا باش نكونوا في عين المكان ونستفدوا في عين المكان، راه ماشي السكينة اللي كتقولها، هادي راه عقدة المدينة اللي متفقين عليها الوزير والمندوبية الإسكان والجماعة والعمالة وكل من له علاقة بهذا الموضوع، هما اللي متفقين كيتواجد هنا في هاد الجدول هذا. الوضعية جدول التوضيحي للعقار، الله أكبر كبيرة، كاينة جنة بيضاوة المرجع العقاري العقار طبيعة العقار، كاينة دايرين هنا الخواص، ما بقاتش ملك الدولة، هادي في 2013، المساحة بالهكتار 3.58. نوعية التدخل، اللي متفقين عليه المجلس البلدي ولا العمالة ولا كل المسؤولين في هذا القطاع، يقول لك إعادة الهيكلة بعين المكان. أنا ماشي حنا اللي كنقولوها أو الساكنة اللي كتقولها أو شي واحد، هذا الاتفاق اللي خرجت به الناس المسؤولين على هذا القطاع هذا، هما اللي قالوا لنا بعين المكان. لأن لك تمت عملية ديال الترحيل اللي جاو في الشوارع وهذا، الناس راه استردوا عطاهم هذا، بقاو هذوك الناس اللي هما موجودين تما، المسائل ديالهم واضحة، عين المكان. لأن علاش؟ حيت لجينا نشوفوا في الشهادة الملكية كما كتلاحظوا في الشاشة، هنا كيقول لك هانتا نجيكم من الاخر، متكونه من ارض عاريه تشتمل على اكواخ، هذه النقطه هذه اللي كنشدوا فيها حنايا، تشتمل على اكواخ. هاد السيد اللي شراها بالعقار كيقول ديالو، راه ما شراهاش فارغه، شراها بالناس اللي فيها. هذوك الناس شكون هما؟ هذوك الناس هما الجدود ديالنا. هنا من بعد نفتح واحد القوس وغنوصل لكم علاش حنا كنتواجدوا تما. بالنسبه لنقطه التحفيظ، هذه سوف اتركها للاستاذ المحامي النقيب، الاستاذ المحامي اترك له هذه النقطه هذه ان شاء الله، محمد بستو ليوضحها لنا من الناحية القانونية. وبهذه المناسبة أريد أن أفتح قوس توضيحي للأسباب التاريخية وراء ظهور دور الصفح. نشأت أحزمة الساكنة بحي الصفح أول مرة بمدينة العرائش خلال فترة الاستعمار الإسباني والفرنسي، فتناسلت وتكاثرت البراريك لتصبح عبارة عن أحياء، مثلا حي جنبيضاو، فكان المحافظ آنذاك يعتمد على جملة تشتمل على أكواخ شواهد التحفيظ، تشتمل على أكواخ، يعني إحنا، وهي رسالة نوجهها للتوضيح لكل من يشكك في الترامي على ملك الغير. لأن الرأي العام يقول لك ودي حنايا جينا وتسيبنا على ديك الأرض أو جينا وعطاونا ولينا وما عرفش شنو، لا غلط. للتوضيح
راه الجدود ديالنا عباد الله هما اللي كانوا تما ما استافدوا شي كخص هذاك اللي شرى الارض كان خصو يعوض لهم ولا يعطيهم المقابل ديال ديك الارض. شكون هو واضح لا بغى الارض ديالو سليمه، لان السيد الرئيس المجلس البلدي كيقول لك حنا ما اولا الناس المعنيه كيقول لك حنا ما نقدموها لشي طبق من ذهب. وحنا كما قالوا نصري حنا دربنا ايه حنا دربنا ايه حنا علاش كتعسفوا علينا هذه السنين؟ انا من مواليد 1963 عندي الاخوان ديالي كثر مني خلقوا في ديك الحي، علاش كيعذبونا هكا؟ راه عار 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 على هاد الناس المسؤولين اللي هما كيتلاعبوا بالمواطن. اولا احياء عطاوها واحد الاسم الاحياء المهمشه، هذا المصطلح راه ما خصوش يتقال عباد الله. احياء المهمشه علاش؟ حنا قرن 21 وباقي كنهضروا بهذا الاسلوب هذا المنحط او الهشاشه. لماذا واحد كيتعسب مليون دفرانك، واحد كيتعسب بالخبز واتاي الى جبرهم يا للعار؟ حنا كنوصلوا الرساله ديالنا، الناس المسؤوله على المواطن، المنتخبون فينا هما اللي هما خصهم يدافعوا علينا، هو خصو يكون جالس حدايا هنايا، هو خصو يوقف لي على الحق ديال هاد الناس اللي كيقولوا ضعفاء ومهمشين وهذا هما اللي خصهم. حنا علاش جبناهم؟ حنا كمجتمع المدني علاش حنا جالسين هنا كنوصلوا هاد الرساله ديالنا؟ حيت الناس دارونا، عندنا غيره، حيت ما كنتخلصوش، ما كان يعني متطوع. هذا هو الهدف ديالنا حنايا، حنا كنتوجهوا هنا في هاد القاعه مع هاد الاخوان وهاد الشرفاء اللي موجودين هنا. هذا راه الدور ديال المنتخبون والدور ديال البرلمانيين. واسفا واسفا ان اعاده هيكله جنان بيضاوه في اطار برنامج ود وطني مدن بدون صفيح كان الهدف منه هو استئصال ظاهرة السكن الصفيح لمدينة العرائش. والحصول على السكن اللائق والعيش الكريم. احنا عباد الله الناس ديال البركة راه معروفين شنو كيخرج من تما. لا داعي باش نبقى نهضر ولا نبقى نخسر الهضر. راه كيسبوا في انعدام الامن جميع الجرائم اللي هي مشبوهه وخطيره راه كتوجد في هذه الاحياء الصفيحيه. صفيح كما كان في العريش كامله كنهضر عليها، ما كنهضرش عليها. كيف يعقل يجي عندنا واحد السائح وعايش يزورنا في البلاد ديالنا وعايش برا البرارك وحنا في القرن 21 ولا جينا نهضروا ملي كنجيو للاعلان وكنجيو امام الكاميرات كنقولوا العام زين، ولكن حنا مضروبه فينا تسكتت. اذا كان هذاك المسؤول ناعس وعنده طروازيام ايطاج ولا كاتريام ايطاج، حنا راه عاد بين الزيرو والارض. راه كنعانيو من البرد، كنعانيو من الشتاء، كنعانيو من الصيف، كنعانيو من جميع المسائل، يعني الميكروبات، الاضرار، الاطفال ديالنا كيتشردوا، انت جالس في الدار ديالك بحال اللي جالس معاهم في الشارع، ما كاينه شي حاجه اللي ما كاينش يا عباد الله. وانظروا بحال هاد الناس، وانظروا بحال هاد الناس، راه هادشي راه بزاف بزاف هادشي هذا. للاسف تماشي والحصول على السكن اللائق والعيش الكريم تماشيا مع المجهودات الساميه التي تضمنها خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة ذكرى 48 لثورة الملك والشعب. دعا من خلالها جلالته إلى ضرورة اعتماد برنامج وطني تضامني يحدد بدقة مسؤولية كل الفاعلين والمتدخلين وكل الجهات المكلفة بالترخيص والمراقبة والإنعاش العقاري بتفعيل المراقبة الصارمة والجزر والمخالفات في مجال التعمير والبناء وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وربط المسؤوليه بالمحاسبه. برنامج بدون صفيح انطلق سنه 2003، كان من المفروض انتهاء مدته سنه 2008، غير انه لا شيء من ذلك تحقق بعدما تدخلت مافيا الفساد وسماسره العقار. ولا يخفى على الجميع فقد تم استقدام العديد من الغرباء. الغرباء هم اللي استبدوا، راه ما استبدوش شي نص الحصيه ولا الناس اللي في الحي اللي كيعانيو، الا القليل. انا لا اعمم، ولكن كاين ناس اللي عندهم سلم 11 واللي عندهم مناصب عليا هما اللي استبدوا، وحنا انا كنحتجوا. كان من المفروض انتهاء مده سنه 2008، غير انه لا شيء من ذلك تحقق بعدما تدخلت مافيا الفساد وسماسره العقار. ولا يخفى على الجميع فقد تم استقدام العديد من الغرباء عن اللائحه الرسميه للعائلات المحصيه للاستفاده، وهي جريمه كبيره في حق الوعاء العقاري. وفي النهايه نسجل احتجاجنا كتنسيقيه حي جنان بيضاوه على الاهانات المتكرره التي تلقيناها جراء الوعود الفارغه والمتكررة من طرف السلطات الإقليمية والمحلية والمنتخبون وجميع المتدخلين لحل ملف الصفيح لحي جنان بيضاوه، حيث لم تجد نفعا جميع الجهود التي بذلناها إلى أي حل أمام طول المدة والانتظار. هذه الوعود الفارغة، الوعود الفارغة. نا كنتواجدوا، باقي كنتواجدوا في البراك، إذا وعود فارغ. مادام أننا كنتواجدوا إلا ووعود فارغ. أكررها وأكررها. فإننا نحتج بشدة على هذه التصرفات المسيئة للساكنة وللمجتمع المدني. ونطالب بوقف هذا النوع من التصرفات التي عفى عنها الزمن والمسيئة.